من جائزة محمد زفزاف للرواية العربية التي تنعقد هذه السنة في دورتها الثامنة بالموازاة مع انعقاد ملتقى الرواية العربية. تمنح مؤسسة منتدى أصيلة هذه الجائزة بالتناوب مع جائزتي بولند الحيدري لشعراء الشباب وجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي، وهي جائزة بدأت مطلع الألفية الثانية، وكان القصد منها أن تربط المغرب والإبداع المغربي بعمقه العربي، وأن تربط اسما مؤسسا رائدا في القصة وفي الرواية هو محمد زفزاف بالعالم العربي. نعرف دائما أن من أدوار الجوائز هو أن تحفز المبدعين. اليوم اختارت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من خيرة الأكاديميين والنقاد العرب اسما من دولة لبنان، هو الكاتب القدير الأستاذ رشيد الضعيف. طبيعة الحال أنا لست عضوا في لجنة التحكيم، ومصوغات لجنة التحكيم سيقولها الأعضاء. أنا مسرور جدا من هذا التقييم وهذا التقدير، يعني إنها جائزة يعني مهمة ولم أكن أتوقعها ولم أفكر بذلك يعني، فشكرا للجائزة وشكرا للمدينة وشكرا للمنتدى. أنا أسعد مخلوق الآن لأننا تخلصنا من الوضع وولد المولود الجديد الجميل الذي قال فيه أعضاء اللجنة كل ما اتصف به حقيقة. أستاذ رشيد الضعيف إنسان يختلف عن كثير من بني آدم، ككاتب وكروائي وكذلك كمبدع يرى الأمور بعينين مختلفتين، هذا ما سمعناه الآن، وهو نفسه قال ذلك عن نفسه. فهنيئا لكم، وأنتم ما تزالون في عز الشباب، نتمنى أن تكون معنا إن شاء الله مرة أخرى ونحتفي بك بطريقة أخرى. حلقة أخرى في سلسلة أسماء بارزة في الرواية العربية ينضاف إليها اسم جدير بها وهو رشيد الضعيف، الروائي اللبناني والشاعر والأكاديمي، لكنه أحد أبرز الروائيين العرب اليوم. عدد إصداراته في حقل الرواية وفي الشعر وفي كل الحقول يكاد يزيد عن 30 إصداراً، وهو بدأ في الكتابة منذ السبعينيات من القرن الماضي، ويشكل حالة فعلا حالة روائية خاصة في مشهدنا الثقافي العربي. رشيد الضعيف له أسلوبه، له لغته، ومقتصد كبير في اللغة، إنسان يكاد يزهد في ما يسمى بالبلاغة، وروائي له القدرة لأن يجدد نفسه من خلال تنويع التجارب وقدرته على أن يجرب أشكالا واختيارات نوعية في مجال الرواية عبر كل هذه العقود التي نشر فيها أعماله. رشيد الضعيف صوت متميز على الساحة الأدبية العربية واللبنانية. مشواره الروائي طويل وغزير وله أوجه متعددة، فقد استمد كتابته من عناصر
الرواية التاريخية في بعض أعماله، وكان من كتاب الحرب اللبنانية رواية الحرب اللبنانية، وخاض في الرواية السير ذاتية، ثم انتقل إلى الرواية الميثولوجية. وعجبت كثيرا بالفعل بالدور اللي لعبته المؤسسة الأصيلة. يبدو واضح جدا أن هناك تجربة قديمة وعتيقة، فكانت يعني في منتهى الدقة. والأستاذ الأديب الكبير والأستاذ رشيد ضعيفي طبعا يستحق الجائزة بمنتهى الاستحقاق. جائزة يستحقها صاحبها وتستحق الاسم الذي أطلق عليها. نهنئ منتدى أصيلة ونهنئ الفائز، ونتمنى أن يكون هناك دائما اجتهاد للرفع بهذه الجائزة إلى ما هو أسمى، وشكرا. لذلك سعيت دائما إلى توظيف ما اعتدنا على تسميته الواقع أو الحقيقة، سعيت إلى توظيفهما في خدمة الرواية وليس العكس. الواقع عندي يجب أن يكون في خدمة الرواية وليس العكس، كل شيء في خدمة الرواية. أظن أن هذه حال الأعمال الإبداعية في كافة الفنون، وإلا كيف نفهم قول العرب قديما أجمل الشعر أكذبه؟